أكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها على تكثيف الحملات التفتيشية وتجديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، لا سيما بعد إعلان إلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على سوق عمل يتمتع بالتنافسية والعدالة والاستقرار والتصدي لأي ممارسات غير قانونية. هيئة تنظيم سوق العمل دعت أصحاب العمل والعمال إلى ضرورة الاطلاع على القوانين والأنظمة في سوق العمل والالتزام بتنفيذها لتجنب المساءلة القانونية.